كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر به. يوم عاشوراء هو يوم العاشر من محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يصومه ولماذا يأمر به؟ لأنه يوم انتصر فيه الإيمان على الكفر، يوم يستحق أن يفتخر به المؤمنون، لأن في هذا اليوم انتصر سيدنا موسى على عدو الله فرعون، وقال صلى الله عليه وسلم هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. اليهود كانوا يحتفلون بهذا اليوم، كانوا يصومونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منهم من هؤلاء، ولذلك كان يعتبر هذا اليوم يوم مهم، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم ويأمر بصيامه. ولذلك أصل السنة هذا، أنه نصر وفرح وعبادة وصيام. ما يأتي أحد ويقول بعد هذا لا، هذا يوم لا نصوم فيه، هذا يوم لا يحق لنا أن نفرح فيه، هذه مخالفة. الأصل في السنة أنه يوم انتصر فيه الإيمان على الكفر. نعم.